السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل للدرس الخامس، وهو محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. طبعا هنا هذا هو الدرس عفوا. الآن ننتقل إلى حل الأسئلة. هنا ما رأيك في تصرف أحمد ولماذا؟ طبعا هنا موقف ممتاز، لأنه حافظ على سر صديقه وهذا يسمى بالأمانة. لماذا كان أهل مكة يستودعون أموالهم عند النبي؟ لأن كان النبي يعرفون أنه أمين ويرد لهم الأمانة كاملة متى يطلبوها. لماذا ترك النبي عليا كرم الله وجهه في مكة عند هجرته إلى المدينة حتى يرد ودائع الناس التي كانت عنده إلى أصحابها؟ كذلك عندنا هنا في هذا المخطط، طبعا هنا عندنا الخائن وعندنا أيضا الأمين، عندنا يؤدي حقوق إلى أصحابها، كذلك يرضي الله تعالى ورسوله، وكذلك يثق به الناس ويتعاملون معه. أما الخائن طبعا لا يؤدي حقوق الناس إلى أصحابها، كذلك يغضب الله تعالى ويبتعد عنه الناس ولا يتعاملون معه. كذلك هنا في صفحة 82، طبعا هنا أعبر شفويا عن كيفية اقتدائي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في التحلي بخلق الأمانة من الموقفين الآتيين. عندنا هنا في الصورة الأولى، اشتريت بضاعة ب900 بيسة ودفعت ريال للمحاسب وعاد لي 200 بيسة، طبعا هنا أقوم برد 100 البيسة للبائع. أما هنا عارتك زميلتك علبة ألوانها، ثم طلبت منك زميلة أخرى إعارتها قلما من تلك العلبة لحاجتها إليها، طبعا هنا أرفض لأني لم أخبرها أني سأعطيها منها واحدا. أما هنا الآن ننتقل إلى صفحة 83، هنا لقب أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين بالصادق الأمين، طبعا هنا صح. توقف أهل مكة عن إيداع الأمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، هنا الإجابة خاطئة. الأمانة من صفات الرسل لأنهم ينقلون رسالة الله تعالى إلى الناس، طبعا هنا الإجابة صحيحة. هنا يأمرنا الله تعالى في الآية الكريمة بماذا؟ بأداء الأمانات إلى أصحابها، بأداء الأمانات إلى أصحابها. كذلك عندنا في هذه الرسمة عندنا ماذا؟ عندنا الإخلاص، عندنا العفو، عندنا كذلك الأمانة، كذلك عندنا الصدق، عندنا الصفح والعفو والأمانة والصدق. هذا هو